معارضون سابقون موالون في المرحلة الحالية للعقيد عاصم غويتا. هكذا بدت حركة الخامس من يونيو بعد اختيار رئيس لجنتها الاستراتيجية رئيسا للحكومة الانتقالية. ويتوافق اختيار القيادي في حركة الخامس من يونيو مع مطالب الإكواس بتعيين رئيس للحكومة من المجتمع المدني. أعتقد أنه في هذه الفترة التي يترأس فيها غويتا المرحلة الانتقالية وعد الجميع بالمشاركة من أجل تأمين هذه المرحلة الخاصة، وأعتقد أن إشراك القادة السياسيين وتعيينهم هو انطلاقة صحيحة للخروج من هذه الوضعية المؤقتة. وعلى غير المتوقع بالنسبة للمراقبين الماليين، أبدت الحركات السياسية دعما غير مسبوق للرئيس الانتقالي الذي بدأ بالتشاور مع مختلف الأطراف في المشهد المالي. أحزاب سياسية كلها تبحث عن مناصب وتبحث عن امتيازات في هذه الحكومة وفي مناصب الدولة السيادية القادمة. والمجلس العسكري والرئيس غويتا قال أنهم انفتح على الجميع وأنهم سوف يوزعون هذه المناصب ويتشاورون مع الجميع بعدالة وبمساواة. وفي ظل وعود المجلس الانتقالي للطيف السياسي، لا يخفي كثير من الماليين مخاوفهم من بقاء المجلس العسكري في السلطة ما بعد انقضاء المرحلة الانتقالية. يرى مراقبون أن العقيد عاصم غويتا نجح في ترميم البيت الداخلي لتسيير المرحلة الانتقالية، بينما يرى آخرون أن مالي ستكون على موعد مع أزمات سياسية حادة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. محمد ناشي، قناة الغد، باماكو.